مشاهدينا متابعينا الاعزاء في كل مكان، اسعد الله مساكم بكل خير ومحبه. تتواصل التحديات والاثاره على ارضيه ميدان التحدي، ميدان الشحانيه في هذا المساء، وسن الجداع وشعارات ابناء القبائل تتنافس في هذه البطوله، بطوله مهرجان كاس اسيا. وعلى بركه الله ينطلق الشوط العاشر، الخاسر القعدان الجداع من مسافه السته كيلو مترات، وجائزه هذا الشوط تويوتا لاند كروزر بيك اب المقدمه من سعاده الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني. وعلى بركه الله نسير مع هذه الاسماء المنطلقه ومع هذه الشعارات المندفعه والباحثه عن الناموس، نسير مع البدايه. اول الاسماء سراب بشعار سلطان بن مبارك بن ناصر بن محمد آل خليفة، يقدم لنا سراب على أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز من الجانب الآخر يتقدم وينطلق، هناك الغزال بشعر عبد الله بن مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش ينطلق مع ثاني المراكز. ثالث المراكز شعار العطية يتقدم مع سياف محمد بن خالد بن عبد الله العطية. ورابع المراكز شعار الشنجل ينطلق مع شايم محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل مع رابع الأسماء. خامس المراكز وخامس التحديات الحنيش بشعر عبد الله بن سعيد بن دخيل ابو صلعة ينطلق مع خامس المراكز، ينطلق مع خامس التحديات. هكذا هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة والمندفعة. ونعود مع البداية مع اللي غير سياف محمد بن خالد بن عبد الله العطية، يقدم لنا سياف على أول الأسماء وأول الشعارات، شعار العطية على البداية. ثاني الأسماء ينطلق شعار، هنا المنطلق سلطان بن مبارك بن ناصر بن محمد آل خليفة، يقدم لنا سراب ويتابع مبارك بن ناصر بن خليفة. هنا يراقب لنا سراب مع ثاني المراكز وثاني التحديات. ثالث المراكز يتقدم شايم مع ثالث المراكز بشعار الشنجل، يقدم لنا شايم محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. وفي رابع المراكز شعار بن سفران مع رابع المراكز، يتقدم مع رابع الأسماء، يقدم لنا الغزال عبد الله بن مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش. وخامس المراكز شعار بن قطامي يتدخل مع مبلش، ينطلق مدغم بن معيض بن مدغم بن زايد الأحبابي مع خامس المراكز. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء ونتيجتنا الثانية للخمس المراكز المتقدمة، وأرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة قادمة من أجل الفوز ومن أجل الانتصار. ولكن لنا عودة مع البداية ومع أول الأسماء، شعار العطية ينطلق على أول المراكز، ينطلق مع سياف محمد بن خالد العطية منتصف المسافة مشاهدينا متابعينا الأعزاء في كل مكان. 3 كيلومترات تنقضي ويتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة، والسياف على المقدمة على رأس حربة هذا الشوط. محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم مع سياف. ثاني المراكز شعار الشنجل يتقدم مع شايم مع ثاني المراكز، محمد بن ناصر بن محمد الشنجل مع ثاني المراكز وثاني الانطلاق. ثالث المراكز شعار بن قطامي مع ثالث الأسماء، ينطلق مع مبلش مدغم بن معيض بن مدغم بن زايد الأحبابي، يتقدم مع ثالث المراكز. ورابع الأسماء مقادر على رابع التحديات بشعار عبد الرحمن بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب على خامس على رابع المراكز. وخامس الأسماء يتقدم سراب سلطان بن مبارك بن ناصر بن محمد آل خليفة، يتقدم مع خامس المراكز وخامس الانطلاق.
أرى هناك أسماء وشعارات، أرى شعارات خلف دائرة النداء والإذاعة، أرى شعار بالسفران وشعار القمرة وشعار العيدة وشعارات خطيرة وقادمة. ولكن أعود مع البداية، مع المقدمة والصدارة، سياف على الصدارة، محمد بن خالد بن عبد الله العطية. بدأنا بالمنعطاء الانعطاف ما قبل الأخير، يا العطية ركز، هناك أسماء وشعارات قادمة. وسياف على البداية على رأس حربة هذا الشوط، محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم مع سياف، وثانيا شايم من أخطر الأسماء، شايم ينطلق بشعار محمد بن ناصر الشنجل مع ثاني المراكز وثاني الانطلاق، ثالثا مبلش، مبلش بشعار مدغم بن معيض بن مدغم بن زايد الحبابي مع ثالث المراكز، رابع الأسماء يتقدم مقادر من الجانب الآخر، عبد الرحمن بن محمد بن فهد بن سالم بن مشعاب على رابع المراكز، خامس الأسماء شعار بن سفران يتدخل ويقدم لنا الغزال عبد الله بن مبارك بن عبد الله بن مسفر آل جحيش. ولكن البداية والصدارة سياف، سياف سياف يقرد خارج السرب، العطية على المقدمة، سياف ينطلق، محمد بن خالد بن عبد الله، العطية مع البداية مع أول الأسماء وأول الشعارات، الشنج القادم مع ثاني الأسماء يقدم لنا شايم، محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل مع ثاني المراكز، ثالث الأسماء مبلش مدغم بن معيض بن مدغم بن زايد الإحبابي، ورابع المراكز مقادر عبد الرحمن بن محمد بن فهد بن مشعاب، وخامس الأسماء عنيد، وأول نداء لعنيد ناصر بن جابر بن ناصر آل بريد المري. ولكن أعود مع أجواء الكيلو متر الأخير والكيلو الخطير، أعود مع سياف التيوتا لاند كروزر بيك أب عند خط النهاية، يا العطية الله يا سياف، وشايم قادم، شايم قادم على ثاني المراكز محمد بن ناصر الشنجل، ينطلق مع ثاني المراكز مع شايم، وغير شايم وانطلق إلى البداية، شايم غير الشنجل إلى الصدارة إلى الفوز وإلى الانتصار، ثانيا سياف العطية، وثالثا مبلش. ولكن البداية الفوز والانتصار، الله الله الله، الفوز والانتصار مع شايم، مع شايم ومحمد بن ناصر الشنجل. ومشكور يا قصن المالكي، مشكور من يقدم لنا شايم، تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر الشنجل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. التيوتا لاند كروزر تذهب إلى شايم وإلى مالك شايم محمد بن ناصر الشنجل، تهانينا والناموس ولحظة وصول شايم إلى خط النهاية، تهانينا والناموس لمحمد بن ناصر الشنجل. ثاني المراكز سياف محمد بن خالد بن عبد الله عطية، وثالث المراكز الحنيش عبد الله بن سعيد بن تخيل بو سلعه، وفي رابع المراكز الشامخ بشعر محمد بن طالب بن محمد بن عقيل، وفي خامس المراكز، خامس المراكز مناور بشعر حمد بن خجيم بن علي العذبه. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، هكذا هي التحديات والمنافسه على ارضيه ميدان التحدي، تهانينا والناموس لمالك شايم. التوقيت الزمني 9 دقائق 19 ثانية وجزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس لمالك شايم محمد بن ناصر الشنجل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. ثانيا آتا سياف، التوقيت الزمني 9 دقائق 22 ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لمحمد بن خالد بن عبد الله العطية. ثالثا الحنيش، التوقيت الزمني 9 دقائق 24 ثانية و7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس العبد الله بن سعيد بوصلعة.